بالقلب الأدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما تنفعنا واجعله خالص لوجهك الكريم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنواصل اليوم إن شاء الله في مادة العلوم الفصل الدراسي الأول الصف الأول الحركة 2، بمعنى أنه هذه الحصة الثانية في درس الحركة الفصل الثاني. خلصنا من الفصل الأول وهذه الوحدة الأولى. طيب، في هذا الدرس عندي 4 أهداف، وبنهاية الدرس إن شاء الله سوف نحقق هذه 4 أهداف. الهدف الأول حنتكلم عن السرعة اللحظية، نعرف إيش السرعة اللحظية، وحنتكلم عن السرعة المتجهة، وحنتكلم عن التسارع وقانون حساب التسارع ووحدة قياس التسارع. أهمية الدرس إن وصف السرعة بدلالة المسافة والزمن والتسارع مفردات جديدة اللي حتمر علينا ولازم أنتم تعرفوها وتحفظوها وتفهموها. السرعة اللحظية، السرعة المتجهة والتسارع. في الحصة المضت في نفس هذا الدرس اتكلمنا عن السرعة المتوسطة وعرفنا السرعة المتوسطة، قلنا الزمن اللازم على المسافة الكلية على الزمن اللازم، فعين بيساوي ف على ذا ووحدة قياسة بالمتر على الثانية أو كيلومتر على الساعة، واخذنا عليها تطبيقات رياضية وعرفنا القانون وحدة قياسه وكل شيء. مواصلة في هذا الدرس تكلمنا عن السرعة المتوسطة، حنتكلم عن السرعة اللحظية لأنه عندي أكثر من سرعة، فإن تلاحظوا عندي 3 سرعات. تكلمنا عن السرعة المتوسطة في الدرس الماضي، اليوم حنتكلم عن سرعتين وتسارع. حنتكلم عن سرعة لحظية وسرعة متجهة وتسارع، والتسارع حنشوف لها قانون ووحدة قياس. فركزوا معي شوية عشان ما تلخبط ما بين السرعات الثلاثة هذه، سرعة متوسطة وسرعة لحظية وسرعة متجهة. طيب، حتكلم عن السرعة اللحظية وتعريف السرعة اللحظية، السرعة المتجهة وأمثلة وتعريف لها، والتسارع تعريف التسارع وحدة قياس التسارع وتطبيقات على التسارع. ركزوا معي يا شباب عشان ما تلخبط ما بين الحصة اللي مضت وهذه. طيب، عندي كلكم ركبت السيارات ومشيت في الطريق العام وحتشوف اللوحات زي الموجودة الآن على لوحات السرعة موضحة على الطريق شمال هذا الطريق، انتم تشوفونه الآن موجود لافتة ومكتوب عليها 100. هذه اللافتة معناها ايش؟ معناها انتم اذا انت تقود مركبة في هذا الطريق لا تتجاوز 100، هذه 100 على العداد بتاع السيارة، لا تتجاوز السرعة 100. طيب، عايزين نصل ايش؟ نصل ليش احنا من خلال الطريق واللوحة هذه؟ لكي يتجنب قائد السيارة تجاوز حدود السرعة المسموح بها فإنه يحتاج لمعرفة السرعة اللحظية. السرعة اللحظية ايش هي يعني؟ يعني سرعة الجسم في لحظة معينة. يعني أنت إذا تقود سيارة وجيت عند اللحظة اللي موجود فيها المكتوب هذه 100 لازم أنت تمشي بسرعة 100. ليش؟ لأنه محدد بسرعة معينة أو سرعة لحظية في لحظة معينة. ويوضح مقياس السرعة اللي موجود 100 هذه في السيارة بتوضح السرعة اللحظية. إذن تعريف السرعة اللحظية هي سرعة الجسم في لحظة معينة. يعني إذا أنت تقود سيارة ومريت بهذا الطريق وبهذه اللوحة مكتوب عليها 100 أو 70 أو 50 أو أي رقم موجود، فأنت لازم تلتزم به، بمعنى إنه السرعة اللحظية في تلك النقطة لازم تكون نفس الموجودة أمامك. وإذا في رادار
بيكون موضح نفس هذه اللوحة مثلا 100 أو 120 أو 50 أو 60 أو أي سرعة، وفي رادار، وأنت تجاوزت السرعة فأنت حتكون عليك مخالفة. ليه؟ لأنه في أنت ما التزمت بالسرعة اللحظية في تلك النقطة المعينة. إذا السرعة اللحظية هي سرعة الجسم في لحظة معينة. إذا معناها سرعة السيارة ما بتمشي مما أنت طلعت من البيت لحد ما تصل للنقطة المعينة. مثلا أنت طالع من البيت ماشي المدرسة، أنت من البيت للمدرسة حيكون في تسارع، هنيجي نتعرف على التسارع شو. لكن إذا أنت مريت بأي نقطة فيها سرعة لحظية لازم تلتزم بها. إذا السرعة اللحظية تعريفها هي سرعة الجسم في لحظة معينة. وعندي الصورة هنا للعداد، عداد السيارة موجود على 100. ليش موجود على 100؟ لأنه عندي في نفس الطريق لوحة توضح إنه أنا لازم أسير بسرعة 100، يعني سرعة لحظية عند لحظة معينة أنت لازم تمشي فيها بحسب التعليمات الموجودة. إذا تعريف السرعة اللحظية هي سرعة الجسم عند لحظة زمنية معينة. ليه؟ لأنه مستحيل أنت تطلع من البيت بنفس السرعة اللي بتجي بيها عند الطريق العام ولحد ما ترجع البيت، لا. حيكون في تسارع، يعني حيكون في سرعات مختلفة، أحيانا تزيد السرعة وأحيانا تقلل السرعة. لكن السرعة اللحظية هي سرعة جسم عند لحظة معينة، لحظة زمنية معينة، أنت بتكون مضبوط على حسب اللوحات الموجودة أمامك في الطريق. طيب، إيش الفرق ما بين السرعة اللحظية والسرعة المتوسطة؟ حنا أخذنا السرعة المتوسطة لو تذكرون في الحصة اللي مضت، اللي هي الحركة واحد، أخذنا السرعة المتوسطة. والآن قبل شوي تكلمنا عن السرعة اللحظية، إيش الفرق بيناتهم؟ إيش الفرق؟ وعرفنا تعريف كل واحدة، عرفنا تعريف السرعة اللحظية سرعة الجسم عند لحظة معينة، وعرفنا تعريف السرعة المتوسطة من الحصة المضت إنه هي المسافة المقطوعة على الزمن الكلي. إذا من خلال التعريفين أنا أقدر أفرق إنه السرعة اللحظية سرعة الجسم عند لحظة، من اسمها لحظية معناها في لحظة معينة. أما السرعة المتوسطة هي السرعة عند فترة، مش لحظة، فترة طويلة، يعني كلية زمنية معينة. إذا في اختلاف ما بين اللحظة والفترة، اللحظة عند نقطة معينة، أما الفترة قد تمتد للحظات، مش لحظة واحدة، للحظات أكثر. إذا الفرق إنه الاثنين فيهم سرعات، هما الاثنين سرعات، لحظية متوسطة الاثنين سرعات، ومربوطين بزمن، سرعة وزمن. لكن في السرعة اللحظية عند لحظة نقطة معينة، أما السرعة المتوسطة بتكون في فترة أطول، كلية، بمعنى إنه سرعة كلية على الزمن الكلي. طيب، الحين خلاص السرعة اللحظية، قلنا سرعة الجسم عند لحظة معينة. والحصة اللي مضت تكلمنا عن السرعة المتوسطة، وقلنا سرعة الجسم مقسومة على الزمن الكلي. الآن عايزين نشوف إيش السرعة المتجهة. دخلت علينا سرعة جديدة، هذه السرعة الثالثة. لحظية انتهينا منها، ومتوسطة انتهينا منها، الآن نشوف إيش هي السرعة المتجهة. من اسمها سرعة متجهة، يعني في اتجاه. سرعة عندها مقدار، طبعا أي سرعة عندها مقدار معين، يعني أنت بتسير بسرعة 50 كيلومتر على الساعة مثلا، أو بتسير أنت راجل برجولك بتسير مثلا بسرعة مثلا 2 أو 3 كيلومتر على الساعة أو متر على الثانية مثلا. هذه أنت لازم تحدد الاتجاه، السرعة كمية متجهة. مثلا أنت متحرك من البيت للمدرسة، لازم تذكر الاتجاه، شرقا، غربا، جنوبا، شمالا، أي اتجاه أنت ماشي عليه. إذا السرعة المتجهة هي مقدار سرعة ذلك الجسم، مقدار يعني رقم، واتجاه حركته، جنوبا، شمالا، شرقا، غربا، وهكذا. إذا في السرعة المتجهة في مقدار وفي اتجاه. لاحظوا معي، في السرعة المتجهة هذه سرعة ثالثة، لا تلخبط ما بين السرعة المتوسطة اللي هي المسافة على الزمن،
وما بين السرعة اللحظية عند لحظة زمنية معينة، وما بين السرعة المتجهة الآن اللي بنتكلم عنها هي مقدار مع اتجاه الحركة. لازم عندي شيئين لازم يتحققوا في السرعة المتجهة، عشان كده السرعة هي كمية متجهة. يعني مثلا تحركت من المنزل الصباح نحو المدرسة بسرعة، وأقود دراجة بسرعة 15 كيلومتر على الساعة مثلا، أو 50 كيلومتر على الساعة شرقا أو جنوبا، تحدد الاتجاه اللي انت ماشي عليه. إذن المقدار السرعة مع اتجاه الحركة يمثل السرعة المتجهة. لذلك تتغير السرعة المتجهة لجسم ما إذا في شرطين، السرعة المتجهة تتغير إذا إيش؟ إذا تغير مقدار السرعة، هي المقدار يعني رقم أو عدد، أو تغير اتجاه الحركة، أو الاثنين معا، المقدار والاتجاه. طيب عندي تشوفون هنا في حيوانات تحت في الصورة، عنده سرعة وعنده اتجاه، كذلك في سيارة عندها سرعة وعندها اتجاه. إذن المقدار، مقدار السرعة واتجاه الحركة، الاثنين مع بعض يمثلوا السرعة المتجهة. طيب خلصنا من السرعة اللحظية، خلصنا من السرعة المتجهة، وحنشوف الهدف الثالث اللي هو التسارع. في فرق ما بين التسارع والسرعة، ركز، فرق ما بين السرعة المتوسطة اللي أخذناها في الحصة الماضية وما بين التسارع اللي حناخده الآن. طيب أنت خرجت من المدرسة ورايح على البيت مثلا، أنت تسكن بالقرب من المدرسة، يعني ما عندك ترحيل، ما عندك سيارة بتاخدها، تمشي برجولك. هل سرعتك وانت طالع من المدرسة في زحمة، انت تطلع مع الطلاب كلهم أكيد في زحمة، لحد ما تخرج من المدرسة لحد ما تصل للبيت حتكون بنفس السرعة؟ أكيد لا. هذا بنسميه تسارع، يعني في زيادة وفي نقصان في السرعة. إذا كان السرعة ما واحدة ثابتة إذا هذا تسارع. أو أنت تقود سيارة، طلعت من البيت السيارة كانت في السكون، الحركة صفر، سرعتها صفر. طيب اتحركت، أنت تحركت سرعتها واحد، راحت 20 50، رحت على الطريق العام الطريق السريع 100 120، أمامك إشارة وانت ماشي في 120 بتدوس على الفرامل. طيب السرعة حتبطي من 120 بتمشي 150 لين توقف عند الإشارة صفر. إذن التسارع ممكن يكون فيه زيادة، ممكن يكون فيه نقصان، ممكن يكون تسارع ثابت. مثلا أنت سايق على الخط بسرعة 100 ومسوي مثبت سرعة لمسافة من الزمن، هنا التسارع حيكون ثابت، وهذه كلها حنشوفها إن شاء الله. طيب شوفون صورة، في شخص تزلج في قمة منحدر. عند قمة منحدر يكون المتزلج في حال السكون، إذا كان موجود في القمة فوق أعلى، أي أن سرعته بتساوي صفر في القمة، سرعة صفر، وعند النزول تزداد سرعته أكثر فأكثر وهو نازل. في القمة صفر، أنتم متخيلين معي في القمة صفر، وهو الآن تشوفونه نازل، نازل معناها سرعة بتزيد كل مرة، وعند النزول سرعة بتزيد، ولو كان المنحدر أكثر ميلا سرعته تزداد بمعدل أكبر. إذا كان المنحدر أكثر ميل في الميلان بتكون السرعة وانت نازل بتكون أكبر، وعند نهاية المنحدر تتباطأ السرعة قريب أنت ما تصل للأرض، السرعة بتقل أو بتبطي. لذلك نستخدم مصطلح التسارع لوصف حركة المتزلج. طيب هو في القمة قلنا صفر، بدأ يتحرك بتزداد سرعته لما يصل للأرض تحت، بيصل بتتباطأ لحد ما يصل للسكون صفر. إذن هذا الوصف بنقول عليه تسارع، وصف الحركة هذا والسرعة بنقول عليه تسارع. طيب من خلال هذا الشرح يا شباب، التسارع هو سرعة لكن غير منتظمة، سرعة غير
غير منتظمة. إذا التسارع هو التغير، كلمة تغير ما ثابت، سرعة متغيرة، سرعة غير ثابتة، كانت صفر مشت 20، مشت السيارة 100 120، أمامك إشارة بدأت تقل، رجعت لمية 80 50 0. إذا في تغيير، في تغيير في السرعة، التغيير في السرعة المتجهة مقسومة على الزمن. لو لاحظتوا يا شباب في تشابه كبير جدا ما بين التسارع والسرعة المتوسطة، لأن السرعة المتوسطة اللي اتكلمنا عليها مسافة على الزمن، هنا سرعة في تغيير في السرعة. كلمة تغيير دلتا معناها حيكون عندي سرعتين أو أكثر من سرعة، مقسومة على الزمن. طيب أنواع التسارع عندي من خلال الشرح تكلمنا عن أنه في أكثر من تسارع، في تسارع موجب يعني زيادة، وفي سالب نقصان، وفي ثابت. الأول تسارع تزايدي، تزايدي بمعنى، شوف معي عندي هنا من خلال الصورة، عندي هنا التسارع إلى الداخل وهنا إلى الداخل. طيب أما هنا مستوي، التسارع بيكون صفر، الحركة هنا سرعتها ثابتة، لكن الحركة والتسارع في الاتجاه نفسه، هنا عندي هنا حركة، شوفون الأسهم الصغيرة تحت هذه تمثل الحركة، والسهم الكبير هذا تسارع، ركز معي. طيب عندي السهم الكبير اللي موجود هنا تسارع، وهنا حركة، هذه الأسهم للحركة، نفس الشيء موجود عندي هنا للحركة، الأسهم الأربعة مع بعض. طيب عندي هنا اللي على اليمين التسارع للداخل والحركة إلى الخارج، معناها الحركة والتسارع في اتجاهين متعاكسين، هنا الحركة والتسارع متعاكسين. أما اللي على اليسار هنا التسارع والحركة في الاتجاه نفسه، هنا في الاتجاه نفسه، أما هنا التسارع بيساوي صفر والحركة ذات سرعة ثابتة، هنا الحركة ثابتة معناها التسارع يساوي صفر معناها ثابت، وضح هنا حركة وتسارع. يا إما يكون الحركة والتسارع في اتجاهين متعاكسين زي الحالة الأولى فيها تزايد، وهنا فيها تناقص، وهنا متساوي، هذه الأنواع الثلاث للتسارع. طيب عندي سؤال، صف طريقتين تغير تتغير فيهم حركة جسم عندما يتسارع، طريقتين جسم بعد ما يتسارع ايش بصير فيه بعد ما يتسارع؟ كلمة تسارع معناها تغير في الحركة مقسوم على الزمن، يعني في سرعة وفي زمن، السرعة غير ثابتة. طيب عايزين طريقتين هنا تصرفهم، هذا موجود في الكتاب في صفحة 46. طيب الأول تغير في مقدار السرعة، السرعة ما بتكون ثابتة، بيكون في تغيير، والثاني في تغيير في الاتجاه، بمعنى إن السرعة الموجودة هنا سرعة متجهة. نربط لازم الدرس كله مع بعض، تغير في مقدار السرعة أو تغير في الاتجاه، السرعة مقدار السرعة والاتجاه هذه سرعة متجهة. إذن الطريقتين اللي بيتغير فيهم حركة الجسم بعد ما يتسارع يا إما في مقدار السرعة أو في الاتجاه، والاثنين معا اسمهم السرعة المتجهة. طيب تعريف التسارع، إيش هو التسارع؟ تعريف التسارع قبل شوية عرفنا، قلنا التسارع هو التغير في السرعة المتجهة مقسومة على الزمن، إذن عنده قانون وتطبيق رياضي، ركزوا معي زي ما شفنا السرعة المتوسطة عندها قانون وعندها تطبيق وعندها وحدة قياس، كذلك التسارع عندي قانون حساب التسارع، التسارع بيساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية مقسومة على الزمن. من خلال التعريف أنا أقدر أطلع قانون زي ما قلنا في الحصة المضت، السرعة المتوسطة بتساوي المسافة مقسومة على الزمن، يعني فعل زد
ميم على الثانية أو كيلومتر على الساعة، نفس المفهوم. قلنا أي تعريف ممكن تطلع منه تطبيق رياضي، والتطبيق الرياضي تطلع منه وحدة قياس. الموضوع سهل بس ركز معي، تسارع يساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن. لو أنت حطيت السرعة الابتدائية ناقص النهائية خطأ في المسألة، لأنه بعدين حيجيك بالسالب وممكن هي يكون تسارع تزايدي. أنت لازم تنتبه في المسألة عشان ما تحل صحيح، ولازم تحل بالخطوات، تكتب المعطيات، تكتب المطلوب، تكتب القانون، طبق على القانون، تكتب وحدة القياس. لازم هذه الخطوات تتبع كل خطوات الطريقة العلمية عشان ما تحل حل صحيح. طيب، وعندي كمان اختصار، زي ما اختصرنا السرعة المتوسطة كمان التسارع عنده اختصار. سرعة نهائية معناها السرعة الثانية، موجود هنا التاء يساوي عين اثنين. عين اثنين معناها ايش؟ معناها السرعة الثانية او السرعة النهائية، ناقص عين واحد معناها السرعة الابتدائية مقسومة على الزمن. ركز معي، تاء تسارع، عين اثنين سرعة الثانية او السرعة النهائية، ناقص عين واحد السرعة الابتدائية او السرعة الاولى مقسومة على الزمن. هذا الاختصار، واضح يا شباب؟ عشان لا تلخبط بعدين تكتب عين واحد في مكان عين اثنين وعين اثنين في مكان عين واحد، هنا المسألة حتجي مع خطأ. لازم تتركز، لأنه هنا عندي سرعتين وعندي زمن، هنا عندي سرعتين وعندي زمن ومطلوب منك التسارع، خلاف المسألة اللي تكلمنا عنها في الحصة الماضية اللي هي السرعة المتوسطة. السرعة المتوسطة هناك بيعطيك مسافة وزمن وانت تجيب سرعة، هنا بيعطيك سرعتين وزمن وانت تجيب تسارع. ركز معي. طيب، وحدة قياس التسارع، قلنا من وين نجيب وحدة القياس؟ من وحدة القياس بنجيبها من القانون نفسه. عندي تاء بتساوي عين اثنين ناقص عين واحد مقسوم على الزمن. طيب، السرعة، وحدة قياس السرعة ايش؟ السرعة تكلمنا عنها في الحصة الماضية، قلنا عندها وحدة قياس يا إما متر على الثانية، متر لكل ثانية، أو كيلومتر لكل ساعة. وقلنا ما بنختار عشوائي، على حسب المعطيات الموجودة في المسألة. طيب، الآن عندي هنا سرعتين، سرعة أولى سرعة ثانية مقسومة على الزمن. طيب، وحدة قياس السرعة المتر على الثانية، وتحت موجود ثانية. طيب، حيكون عندي متر على الثانية تربيع، متر على الثانية تربيع اللي هو وحدة قياس التسارع، وحدة قياس التسارع متر على الثانية تربيع أو كيلومتر على الساعة تربيع، على حسب المعطيات الموجودة في المسألة. طيب، إذا أنا ما كتبت التربيع هذا، الاثنين اللي موجودة هنا، إذا ما كتبتها هل خطأ؟ أيوة نعم خطأ، لأنه لو سحبنا الاثنين اللي موجودة حتكون متر على الثانية فقط، ومتر على الثانية حيكون سرعة وليس تسارع. واضح؟ إذن الاثنين هذه الموجودة مهمة جدا، لأنه إذا ما موجودة سرعة وإذا موجودة تسارع، فأنت لازم تركز فيها عشان ما تكتب متر على الثانية وبعدين تقول المسألة أنا حليت صحيح. لا، أنت ما حليت صحيح، أنت لازم تتابع المسألة خطوة بخطوة لنتصل إلى النهاية. طيب، حنشوف تطبيق مسألة، ركزوا معي. المسألة الأولى، انطلقت سيارة من السكون فبلغت سرعتها 40 متر على الثانية خلال 8 ثواني، أحسب تسارع السيارة. ركز معي يا شباب، ركزوا معي. طيب، قال انطلقت سيارة من السكون، كلمة السكون هذه لازم تنتبه عندها في العلوم، لها دلالة، كلمة السكون لها دلالة. فبلغت سرعتها 40 متر على الثانية لكل ثانية خلال 8 ثواني، أحسب تسارع السيارة. طيب، إيش هو المطلوب هنا وإيش المعطيات؟ أعطانا إيش هنا؟ طيب، هنا أعطانا ثلاثة أشياء. طيب، مطلوب مننا تسارع، الشيء الرابع أعطانا ثلاثة. طيب، أنت
حتقول يا أستاذ أعطانا سرعة واحدة وأعطانا زمن. طيب لا، أنا قبل شوية قلت السكون عندنا في العلوم لها دلالة، إذن كلمة السكون معناها السرعة صفر، هنا صفر متر على الثانية، هنا سرعة صفر، كلمة السكون معناها السرعة صفر، وهذه تنتبه لها لازم. ممكن المسألة تتغير، بدل ما يقول انطلقت من السكون يقول انطلقت بسرعة 40 متر على الثانية، وبعد مسافة من الزمن مثلا قطعت مسافة كذا ثم توقفت، كلمة توقفت برضو عندنا حتكون سرعة ثانية وصفر. فأنت لازم تنتبه وتفهم المسألة جيدا حتى تبدأ في الحل. طيب حنشوف المعطيات، قلنا أعطانا سكون اللي هي السرعة الأولى صفر، والسرعة الثانية 40 متر على الثانية، والزمن 8 ثواني. سرعة نهائية 40 متر على الثانية اللي هو هذه سرعة نهائية، يعني عين اثنين، لو كتبتها عين واحد حتجي معاك خطأ. طيب السرعة الابتدائية صفر متر على الثانية، من وين جات الصفر؟ لأنه قال سيارة انطلقت من السكون، وقلنا السكون صفر. طيب الزمن 8 ثواني موجود عندي في المسألة، هذه المعطيات. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب أحسب تسارع السيارة، إذا المطلوب التسارع، حساب التسارع. طيب كيف الطريقة؟ طريقة الحل أكتب أولا القانون، إيش يقول القانون حق التسارع؟ يقول تا يساوي عين اثنين ناقص عين واحد على الزمن، تا يساوي عين اثنين ناقص عين واحد على الزمن. طيب عندي عين اثنين بكم يا شباب؟ إذا كتبت صفر خطأ، لأنه حتجي بالسالب وحيكون تسارع تناقصي وهو أصلا تزايدي، فأنت لازم تركز هذه النقطة، لازم تنتبه عندها يا شباب. طيب حيكون تا يساوي عين اثنين ناقص عين واحد على الزمن، عين اثنين بكم؟ قلنا بأربعين، لو كتبت عين اثنين بصفر خطأ، مع انه هي سرعة وهذه سرعة، لكن لا، في سرعة ابتدائية وسرعة نهائية. طيب عين اثنين بأربعين ناقص صفر على ثمانية، أربعين ناقص صفر بأربعين تقسيم ثمانية بخمسة. طيب هل المسألة كده انتهت؟ لا يا شباب، قلنا ما انتهت. ايش اللي باقي؟ باقي وحدة القياس. من وين اجيب وحدة القياس؟ اجيبها من القانون. ايش يقول القانون؟ تا يساوي عين اثنين ناقص عين واحد على الزمن، وايش هي وحدة قياس التسارع؟ متر على الثانية تربيع. هل التربيع اللي موجود، الرقم الموجود هنا مهم؟ ايوه نعم مهم. اذا ما كتبناه حتكون خطأ، لانه متر على الثانية هي سرعة وليس تسارع، والمسألة هي تسارع. واضح يا شباب؟ نمشي ل عندي تدريب فصلي او مسألة ثانية. يقول ركز معي، تسير عربة في مدينة الألعاب بسرعة 10 متر على الثانية او لكل ثانية، وبعد 5 ثواني من المسير على سكتها المنحدرة اصبحت سرعتها 25 متر لكل ثانية. احسب تسارع هذه العربة. هذه المسألة تختلف عن المسألة الموجودة فوق الأولى. المسألة الأولى فيها سكون، يعني السرعة الأولى صفر، السرعة الثانية 40. هذه المسألة السرعة الأولى 10 والسرعة الثانية 25 والزمن 5. هذه المعطيات. إيش المطلوب؟ مطلوب حساب التسارع. طريقة الحل اكتب القانون وعوض في القانون واكتب وحدة القياس. موضوع سهل يا شباب. طيب ركزوا معي، المسألة الثانية هي نفس التدريب الفصلي، بس انتم مفروض تحلوه شوية، يعني ناخذ زمن دقيقتين ثلاثة عشان كل واحد يفكر في الحل. طيب نفس التدريب هو مسألة ثانية، تسير عربة في مدينة الألعاب بسرعة 10 متر لكل ثانية، وبعد 5 ثواني من المسير على سكتها المنحدرة أصبح سرعتها 25 متر لكل ثانية. أحسب تسارع هذه العربة. قلنا الحل يا شباب بسيط جدا، أول شيء أكتب المعطيات الموجودة في المسألة، عندي السرعة النهائية 25 متر لكل ثانية، السرعة الابتدائية اللي هي عين واحد
10 متر كل ثانية والزمان 5 ثواني. من وين أنا جبت هدول؟ جبتهم من المسألة. المسألة أصلا موجود فيها معطى، عشان كده اسمها معطيات. طيب إيش المطلوب؟ المطلوب أحسب تسارع هذه العربة، معناها المطلوب حساب التسارع. إيش طريقة الحل؟ طريقة الحل أكتب القانون، أنا لازم أكون حافظ القانون. يقول إيش القانون؟ يقول تا يساوي عين اثنين ناقص عين واحد على الزمن. طيب من وين أجيب هدول؟ موجود عندي في المعطيات، بس ما عليك إلا تشيل وتحط في المعطيات، اللي هي عين اثنين بتساوي 25 ناقص 10 على 5. 25 ناقص 10 ب15 على 5 بيساوي 3. طيب هل المسألة انتهت؟ لا يا شباب، لازم نكتب وحدة القياس. إيش وحدة القياس للتسارع؟ اللي هي متر على الثانية تربيع، اللي هي بتساوي متر على الثانية تربيع. طيب الآن في هذا الدرس تكلمنا عن السرعة اللحظية والسرعة المتجهة، وتكلمنا عن التسارع وتطبيقات للتسارع. أخذنا مسألتين تطبيقات ريادية على التسارع. وبهذا نكون قد ختمنا درسنا لهذا اليوم، وبإذن الله سبحانه وتعالى سوف نواصل في الأيام القادمات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.